وينضم إلينا أيضا مشاهدينا من بيروت العميد يعرب صخر المحلل العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد أهلا بك. أهلا. على الضوء وعلى وقع هذه الضربات العسكرية الإسرائيلية لمواقع في حزب الله والردود التي قام بها حزب الله حتى الآن، إلى أي مدى يمكننا القول بأن البنية التحتية العسكرية لحزب الله قد تأثرت ومن ثم الرد ليس على مستوى تلقي الضربات من الجانب الإسرائيلي؟ لا شك أن ما تعرض له حزب الله يعد بمثابة نكسة أصيب بها جراء الأيام الفائتة لم يتعرض لها سابقا في كل منذ تأسيسه حتى اليوم. في أيام معدودات تعرض لضربة قوية في بنيته القيادية والتنظيمية والهيكلية وجهاز الإشارة، عصب الجيوش والنظامية وغير النظامية، جهاز الاتصال يعني وسائل الاتصال والتواصل ما بين قياداته وعناصره وميدانه، كذلك هذا أصيب بضربة قوية. أضف إلى ذلك اغتيال قادته من الصف الثاني والأول وحتى من صف حلقة صنع القرار بشكل يومي ومتتابع تقريبا. هذه هي الاستهدافات بالأوجه الثلاثة التي ذكرت، لا شك أنها تحدث أثرا بالغا وتؤدي إلى ما غاية إسرائيل التي تسمى بالإنهاك والشل، وهو إفقاد الثقة وانهيار المعنويات تقريبا. يعني طبعا حزب الله لا شك أنه يستطيع أن يلملم أطرافه ويستعيد رباطة الجيش وما هنالك، لكن يأخذه وقتا. بهذه الأثناء إسرائيل استغلت هذه الإنجازات فورا، ونرى ما ترونه من استهدافات وضرب هنا وهناك، وتسرح وتمرح جوا وبحرا وأرضا حتى كيفما شاءت تستغل الإنجازات التي حققتها لتضرب أكثر وأكثر. ولا ننسى أن الهدف الاستراتيجي الأساسي لإسرائيل قد أعلنته هو إعادة السكان إلى المناطق الشمالية من إسرائيل التي هجروا منها بسبب جبهة الإسناد. وتقليص قدرات حزب الله. نعم سيادة العميد، كما قلت إسرائيل استغلت الإنجازات التي حققتها، هل على ضوء هذا الاستغلال يمكن أيضا أن تسرع من عملية الدخول البري إلى جنوبي لبنان ومن ثم تستطيع أن تفرض أهدافها أيضا على الأرض على ضوء هذه الضربات التي تلقاها حزب الله مؤخرا؟ لا أظن أن إسرائيل قد تنزل إلى الأرض الآن، هي سوف تنزل أو سوف تجتاح بريا، لكن الظرف الآن غير مواتي لها. طالما أنها تحقق أغراضها وأهدافها بوسائل أخرى من الجو ومن الاستهدافات والاغتيالات والعمليات السيبرانية والهجمات الإلكترونية، طالما بهذه الوسائل وغيرها تحقق ما تريد، فهي غير مضطرة أن تنزل الأرض، خصوصا أن النزول على الأرض يكبدها خسائر فادحة، ولها من حرب تموز 2006 دروس وعبر، حيث تكبدت تكاليف بشرية هي بغنى عنها الآن طالما هي تحقق أغراضها. إنما عندما تجد أنها قد استطاعت ضرب وتحييد 50% وأكثر من قدرات حزب الله المادية والتسلحية والبشرية والمعنوية، لأنه الآن حزب الله مصاب معنويا ومصاب عسكريا كذلك، لكن لا نستطيع تحديد النسبة الآن لأنها لا تزال أيام قليلة. مع الوقت كلما رأت إسرائيل وهي تعرف ولديها بنك أهداف وداتا معلومات وقاعدة استخبارية، إسرائيل في الوقت المناسب هي تعرف متى تقلصت قدرات حزب الله القتالية والبشرية والمادية والعسكرية والتسلحية والصاروخية والمسيرات، عندئذ تقرر إذا تدخل على الأرض أم لا. لكن هناك معضلة، ليست المشكلة ما فوق الأرض، لكن المشكلة عندها ما تحت الأرض كذلك،
كأنفاق ودهاليز مثل غزة. يعني هي استطاعت أن تمسح غزة عن وجه الأرض، لكن تحت الأرض لا يزال ينبت لها القلق. وكذلك الجبهة الجنوبية وهي أوسع وتضاريسها أصعب تؤثر على إسرائيل. لن تقدم على ذلك إلا متى ما تأكدت أن ما فوق الأرض وما تحت الأرض بات أرضا محروقة. ما الذي يمتلكه الآن حزب الله إذا ما أرد أن يرد بفعالية وبأسلحة استراتيجية كما يقال حتى يستطيع أن يخلق أو يعيد توازن الرد مع الجانب الإسرائيلي؟ لا شك أن حزب الله منذ 2006 قد ضاعف وطور قدراته البشرية والمادية والقتالية والبشرية على مدى 18 عاما، وهو لديه ترسانة ضخمة، وهذا معروف بعشرات آلاف المقاتلين وعشرات آلاف الصواريخ ومئات المسيرات. هو عنده هذه القدرة، لكن طوال سنة منذ 7 أكتوبر حتى الآن لا يستعمل إلا الأسلحة أو الصواريخ قصيرة المدى تطال شمال إسرائيل، لكنها لا تحدث أي أثر. وهنا إذن ما يسمى بتوازن الرد غير موجود، وهو لصالح إسرائيل كلية. إنما الآن بعد ما حدث له كما شرحنا في الأيام المنصرمة، هو بدأ يطور عملياته ويستعمل الصواريخ متوسطة المدى التي تطال حتى حدود 70-80 كيلومتر. لكن أكثر من ذلك، الصواريخ الاستراتيجية والباليستية لعلمك هي يحركها الحرس الثوري في إيران، وإيران قد وضعت حدودا لحزب الله ألا يتجاوزها، لأنها لا تريد، إذا تجاوز ذلك واستعمل الأسلحة الباليستية والاستراتيجية هذا معناه أن إيران ضالعة في هذا الشيء، وإيران تتجنب وتعرف كيف تحني رأسها للعاصفة. ليس من صالحها، وهناك حشود أمريكية كبيرة في الشرق الأوسط، إذا حدث ذلك فهي ستستدرج إلى الحرب، وهذا ما يريده نتنياهو، يستدرج الجميع إلى الحرب، ومن ضمنهم هذه الحشود الأمريكية كي تدافع عنه ويستعملها لشن الحرب الكبرى. ولا شك أن في ذهنية نتنياهو وبأهدافه الكبرى كذلك ضرب إيران. نعم، شكرا لك سيادة العميد يعرب فخرة، المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. وينضم إلينا أيضا